أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع. ما زلنا داخل قرية بنبان، قرية الطاقة الشمسية في محافظة أسوان. هذه القرية التي أصبحت عاصمة بمثابة عاصمة الطاقة الشمسية في مصر والعالم، لأنها بتضم أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الطاقة الشمسية وافتتاح عدد من المشروعات الطاقة. بناخدكم جولة داخل أول مدرسة من نوعها، مدرسة للطاقة الشمسية في مصر. هذه المدرسة يعني كان الهدف من إنشائها هي اكساب مهارات للطلاب أبناء محافظة أسوان، وتحديدا موجودة في قرية بنبان بمحافظة أسوان. هذه المدرسة زي ما قلنا الهدف منها إكساب مهارات وتعليم الطلاب لالتحاقهم بفصول الطاقة الشمسية والالحاقهم بالعمل في هذا المشروع الكبير. بتعتبر يعني هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية لتعليم الطلاب، طلاب المرحلة الثانوية يلتحقون بها الطلاب بعد انتهاء المرحلة الإعدادية ودخول المرحلة الثانوية لتعليم الطاقة الشمسية والالتحاق بهذا المشروع الكبير الذي يعني أصبح بمثابة سد عالي جديد في مصر. بنواصل جولتنا داخل أول مدرسة للطاقة الشمسية في موجودة في محافظة أسوان، تحديدا في قرية بنبان. هذه القرية زي ما قلنا اللي أصبحت عاصمة الطاقة الشمسية بعد نجاح هذا المشروع الكبير، عفوا بعد نجاح هذا المشروع الكبير الذي أصبح عاصي يعني أصبح سد بمثابة سد عالي جديد. دلوقتي هنتكلم مع أولياء الأمور، أهالي قرية بنبان، هيكلمونا أكتر عن هذه المدرسة والتحاق أبنائهم بأول مدرسة للطاقة الشمسية. بنرحب بكم على صفحات اليوم السابع. يعني احنا دي اخدنا جولة داخل اول مدرسة للطاقة الشمسية، انطباعكم بقى عن وجود هذه المدرسة على ارض بلدكم بنبان. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد العزيز احمد محمود من بنبان. طبعا احنا فعلا احنا بنفرح جدا بالعمل اللي هو المدرسة الفصول الطاقة، كي ابنائنا احنا يبتدوا يعملوا في الطاقه نفسها في بنفس المجال الطاقه، فهم عملوا لنا فصول، ف يعني نفرح جدا بانه ده الشيء ده موجود عندنا واتعمل عندنا فصول للطاقه. جميل جدا، ده ان شاء الله طبعا يعني هيخرج جيل واعي وفاهم، ويمكن ان هو يشتغل في مجال الطاقه الشمسيه مباشره. طبعا هم عملوا الفصول عشان الابناء يتعلموا طبعا للطاقة ويشتغلوا في الطاقة نفسها، يعني نستفاد منها أهل القرية. فأبنائنا إحنا قدمنا لهم في الفصول ليه فصول الطاقة. الحاج معانا برضو، انت شايف ان مدرسة زي دي، طبعا هي اول مدرسة من نوعها في جمهورية مصر العربية كلها، كونها ان هي موجودة في بلدكم في بنبان، هل شايف ان ده اضافة للبلد من ضمن المشروعات زي يعني من ضمن مشروعات كتيرة في بنبان؟ ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع على الطاقه ذاتي والفصول بتاع الطاقه راح تفتح هنا مجال ان شاء الله كده، بانه يتخرجوا في الطاقه ويشتغلوا في مجال الطاقه، والطاقه تعمل لنا مجال اوسع من كده. والحمد لله بقت لنا فصول دلوقتي، والسنه الجايه باذن الله يبقى لنا مدرسه خاصه بالطاقه، ومهندسين ان شاء الله ويطلعوا ويتخرجوا ابنائنا من الطاقه ويشتغلوا فيها باذن الله.
انت شايف ان اللي بيحصل في القرية يعني تحول من قرية عادية الى يعني مكان اشبه بالمدينة او المحافظة؟ هي مش أشبه دلوقتي بإذن الله، يعني داخل على مدينة وفيها توسعات وفيها كل حاجة، ونشكر الرئيس برضو وتوسعات الظهير الصحراوي ده حجب لنا مجال أكتر وأقوى ومصانع وكل حاجة، وإن شاء الله بإذن الله توسعات أكتر وأكتر إن شاء الله بإذن الله. حاج طبعا انت كلمنا النهارده الريس بيزور بمبان، بيزور مشروع الطاقه الشمسيه في بمبان، بنشوف حاجات كتير موجوده في بمبان، لو تكلمنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. حاج ابو الحسن البرز من قريه بمبان، واحنا متواجدين حاليا في الثانويه العامه المشتركه لاهل بمبان التي خصص فيها 4 فصول للطاقه الشمسيه. تمام. ونطلب من سعاده الرئيس ان يخصص مدرسه خاصه للطاقة الشمسية، لأن هي مجموعة ما يوازي الثانوي العام. هي مخصصة بالفعل، لكن ممكن يكون حاليا المبنى مشترك وبعد كده هيبقى طبعا ايه في مبنى خاص بال هو المبنى مشترك. احنا بنطلب من سعادة الرئيس ونشكرك جزيل الشكر ان يعمل لنا مدرسة للطاقة الشمسية لجميع ابناء المحافظة، مش لبنبان لوحدها، لان ده موضوع كبير، بنبان مش هتكفيه، لازم جميع المحافظة تتعلم. يعني ده مشروع كبير مش بيخدم بمبان بس، ده بيخدم بيخدم المحافظة جميعا، لو تعلموا في الطاقة الشمسية وطلعوا منها مهندسين من جميع المحافظة أو من المحافظات المجاورة، ده شيء جميل جدا. احنا عايزين الدولة يبقى فيها نمو، فيها حضارة، فيها تآلف وتقارب بين الناس ومودة ورحمة وكل حاجة. إن شاء الله. يعني من زيارة الرئيس دي لبمبان احنا بنحس بالمودة والرحمة من هو لينا احنا. فبنطلب من سيادته ونشكره جزيل الشكر إنه يعمل لنا مدرسة الطاقة الشمسية بقرية بمبان. بنشكرك يا حاج، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، يعني دي كانت جولتنا داخل أول مدرسة للطاقة الشمسية في مصر، موجودة في محافظة أسوان تحديدا في قرية بمبان. أشكركم أعزائي المشاهدين، كان معكم عبد الله.